ودلوقتي معانا المصورة الفوتوغرافية روان أشرف. صباح الخير عليكي يا روان. صباح النور، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيكي روان. اهلا المفروض وسهلا. بداية كده أسألك عن رحلتك مع التصوير والحاجات اللطيفة دي، بس أنا لفت نظري حاجة تانية خالص. لفت نظري إن أنت رجعتي لإسكندرية سنة 1800. يعني إيه؟ يعني عملتيها إزاي دي من خلال الذكاء الاصطناعي الفكرة كلها آلاف السنين عشان ترجعي تورينا شكل إسكندرية؟ هو انا بحب قوي الجو بتاع زمان، البنتج القديم ده، فحبيت ان انا اجرب موضوع الذكاء الاصطناعي في ان انا ادمج بقى الهوايه بتاعت التصوير، وان انا اتخيل اني ارجع بالزمن لورا. فدخلت على الذكاء الاصطناعي وكتبت له المسج اللي انا عايزاها وبعتها للبوت يعني، وهو ترجمها وبعد كده طلع لي الصور اللي طلعت دي. لا يا رون، انا عايز اعرف ايه المسج اللي انت عايزاها، يعني كتبتي له ايه؟ بترجم القصة بتاعتي بالإنجليش القصه دي وبوصف انت له اللي فيها كل مأليفاها؟ التفاصيل بقى. لا، بتخيل، هو عبارة عن تخيل يعني، بتخيل إن في ناس مصرية مثلا لابسة ستايل معين، لابسة فساتين، الرجالة كانت شكلها مهندم كده، وبديله تفاصيل التفاصيل، وبعدين بيبتدي إنه يترجم الكلام ده، وبقول مثلا إنه كان في ورد في قلب الشارع. كل التفاصيل اللي انا عايزه اوضحها بديها له، واقول له بقى ان انا عايزاها تكون هاي كواليتي قوي، الملامح باينه قوي، كل التفاصيل دي انا بديها له بالانجلش، وبعدين هو بيطلع لي الصور بناء على التخيل اللي انا اديته له يعني. يعني انت اللي كاتبه القصه كلها يا روان، وهو ما عليه غير ان هو رسم اللي انت بتقوليه بشكل او باخر. انت اللي عامله البحث بالظبط وانت كده. اللي عامله المعلومه. اصلا انا تخيلت كده لما بالظبط. سمعت الفكره ان انت بس قلتي انا عايزه شكل اسكندريه لا 1800 لا، انا بس بديله تفاصيل التفاصيل، اوكي. اقول ان الايد عايزاها مش عارفه عامله ازاي، في اتنين مثلا كانوا ماشيين مع بعض، وكان الزمن ده فيه حب، وكان فيه ود ما بين الناس، والدنيا كانت نظيفه، وكانت الشوارع مليانه دفى. بديله ادق التفاصيل، وبعدين هو بيطلع لي الصور دي بناء على التخيل بتاعي. اعتقد كمان يا روان انك لو قريتي روايات بتحكي عن الزمن ده هيفيدك اكتر كمان في التخيل اكيد. وفي الكتابه، وبالتالي هيفرق اكتر على الصوره. طيب انت مركزه على الحياه اكيد. الاجتماعيه، ايه اكتر حاجه عجبتك في الحياه الاجتماعيه للناس زمان؟ الناس كانت جميلة وبسيطة وكانت شيك كده يعني، في حاجات كتير قوي ما بقتش موجودة دلوقتي. الاحترام، انه الناس تبقى على طول بتضحك لبعضها، ويبقى في دفى كده، والشوارع جميلة، ده ما اظنش بقى موجود بالشكل بتاع زمان ده. افهم ان انت يبقى عندك تفاصيل وداتا ومعلومات عن مثلا لغايه بدايه ال 1900 مثلا بشكل اللبس وشكل الشوارع وكان، لكن لما ترجعي 1000 سنه كمان و 100 سنه كمان قبلها، يعني الوضع مختلف خالص ولا ايه؟ هو برضو جبتي مش الداتا دقيق منين؟ قوي يعني، بناء على التخيل، وبرضو الذكاء الاصطناعي مش دقيق قوي يعني. انا كتبت له 1800، بس اكيد في حاجات كانت مش موجودة زي اللي موجودة دلوقتي يعني، برضو هو مش دقيق قوي في الحتة دي يعني، لسه الموضوع مش، والحاجة اللي انا كنت بتعامل عليها مش بروفيشنال قوي. لا، انا كنت بجرب وكنت حابة ان انا العب كده، فكانت اول صور اطلعها، طيب بس في عظمة. حاجات متطورة أكتر من كده بكتير أوي. طيب انت عايزين نعرف رحلتك مع التصوير بدأت ازاي؟ بدأت يعني، أنا بحب التصوير من زمان أوي، بس اكتشفت الموهبة دي أو حبي أكتر للتصوير لما دخلت الكلية. بدأت بقى إن أنا أنزل ورش وأحضر توكس وإيفنتس، وبدأت إن أنا أدور وأعمل سيرش أكتر وأتعلم أكتر عن التصوير. واحدة صاحبتي شجعتني في الكلية، وهي اللي زقتني كده، فقعدت أجرب حاجات كتير قوي في الأول، لحد ما يعني جربت بقى أنواع تصوير كتير، لحد ما لقيت نفسي متميزة أكتر وحابة أكتر موضوع تصوير الشارع، إن أنا أنا أنزل الشارع وأتعامل مع ناس غريبة وأصور وكده. ده كان أكتر حاجة لقيت نفسي فيها ولقيت نفسي حباها يعني. انت حابه تستخدمي كل الحاجات الجديده، يعني انا متخيله ان اللي بيكتشف ان هو حابب التصوير هيبتدي بقى يشوف التصوير بالكاميرا ويبتدي، لكن انت ابتديتي بالموبايل او لا خالص. برعتي يعني في استخدام بدأت الموبايل، بموبايل، انت عايزه ما تستخدمي كانش الحاجات احسن المتاحه حاجة. جدا. يعني ما كانش عندي كاميرا، وكان موبايلي الكاميرا بتاعته مش حلوة خالص، بس قلت يعني مش هخلي ده يبقى عائق قدامي، وهستغل الموضوع ده واحاول اطلع
افضل صور ممكنه بالموبايل، وبعدين واحده واحده بقى جبت موبايل تاني، فالموضوع اتطور شويه، فبس كله بالموبايل. يعني هي بقالي 3 الصورة يا سنين روان ونص عبارة بصور عن، بالموبايل بس. الصورة عبارة عن عين المصور، مهما كانت جودة الصورة فهي عين مصور هي الأساس. مع الوقت بالظبط. بتلاقي الصورة دي عملت رواج لأن الصورة نفسها حلوة وعجبت الناس. شكرا. ردود أفعال الناس إيه على السوشيال ميديا؟ لا جميلة، وبلاقي دعم وحب وتشجيع كتير قوي من ناس أعرفها وما أعرفهاش، يعني من الناس الغريبة أكتر كمان، بيدعموني جدا وبيشجعوني. لا بيحبوا الحاجات اللي بعملها الحمد لله، يعني بلاقي دعم كبير قوي. أكيد عظيم. يعني حاجة متميزة جدا ليكي أنت فعلا، زي ما شاذلي بيقول هي قصة كلها قصة عين. أنا بمسك الموبايل مش بعرف أستخدم خالص الكاميرا، بطلع أوحش صور، لكن أنت ماسكة موبايل وكانت يمكن كاميرته مش موفقة قوي، ما فيهاش إمكانيات قوي، لكن قدرتي تطلعي منها حاجة مبهرة زي اللي احنا شفناها. كل شكر ليكي شكرا جدا، روان أشرف على الحاجة الحلوة اللي أنت وريتيها لنا. شكرا جدا لحضرتك.